هنرجع كده لتمرين اللي هي صفحة 76 اللي هو تمرين واحد، عندي فيه جزئين هنحسب منه الميل. يبقى احنا الميل تاني بنقول عبارة عن ايه؟ فرق الصادات اللي هي صاد 2 ناقص صاد 1 على فرق السينات اللي هي سين 2 ناقص سين 1. أستاذ ينفع أبدل؟ يعني أعمل صاد 1 ناقص صاد 2؟ آه، بس زي ما تعمل في البسط تعمل في المقام، صاد 1 ناقص صاد 2 تقسيم سين 1 ناقص سين 2 زيها بالظبط. طب ينفع ابدل يا استاذ ما بكان السين والصاد يبقى السين فوق والصاد تحت؟ لا، لازم فرق الصادات فوق وفرق السينات ايه؟ تحت. الفرق الراسي على الفرق الافقي، وده هنشوفه في الجزء اللي جاي. انا عايز احسب الميل. يلا يا حسن كده قول لي قانون الميل. الميل طبعا رمزه مين؟ قانون الميل صاد 2 ناقص صاد 1، نمشي على القانون بتاعه تقسيم تمام. انا بسمي النقط قبل ما اشتغل وبقول هنا حمزه سمي لي الف الاول. يلا بسرعه يا حمزه سمي لي دي هتبقى كام؟ سين 1 صاد 1، هنا سين 2 وصاد 2. كمل يا حمزه. هيبقى هنا صاد 2 بكام؟ بسرعه شويه، صاد 2 علي صوت 4 ناقص صاد 1. ماشي يا حمزه مناع. صاد 1 2 سين 2 ماشي ناقص سين 1. اول ما تلاقي ناقص حط قوس على طول. هيبقى هنا كمل معايا يا عمرو، هيبقى 4 ناقص 2 وهنا هتبقى 5 ناقص ناقص هتبقى موجب 1 يا عمرو. بس يلا يا سيدي 4 ناقص 2 5 زائد 1 6. يبقى 2 تقسيم 6 لو هنبسطها تقسيم 2 تقسيم 2 هيبقى 1 تقسيم كام؟ يبقى الميل عندي طلع بكام؟ بواحد تقسيم 3. ده الميل الاولاني للجزء الاولاني. سراج الجزء الثاني، يلا قول لي القانون كده.